السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كاين واحد الشقة الطابق الرابع 68 متر، كما كتشوف جوج الشقق في الطاج قرب مسجد إبراهيم الخليل قرب سيدي بوزيد، عندك 5 دقائق البحر ديال سيدي بوزيد. بقاو معنا باش تشوفوا أبارتمون اللي فيها 68 متر. بالنسبة للشقة هي هادي فيها 68 متر اللي فيها في الطابق الرابع قرب جميع المرافق الإخوان، المدارس، الحمامات، المساجد، كل شيء الحمد لله. عندك قسم المكان البحر ديال سيدي بوزيد. على اليسار الإخوان كاين صالون ما شاء الله، اللهم بارك. بالنسبة للأبارتمون مشمشة على اليمن كاين سيجور كتفرش، اللهم بارك. ملي كتكون ابارتمون مسدودة كيبان لكم السيجور تبارك الرحمن كيتفرش على شكل اي، والصالون اون فاز ديال السيجور تبارك الله. على اليسار كاين شومبر الاول، شومبر الاول بلي بلاكارات ديالو، بلاكارات ديالو خصك دير ديتاجير. كاين شومبر الثاني، شومبر الثاني الاخوان ما شاء الله، اللهم بارك. كاين مطبخ لاكارات تحت، هذه بلاصه لا ماشينا لافي. وعندك هذا البالكون كدير فيه الشغل ديالك، كدير فيه الشغل ديالك. كاين داك القادوس اللي كيخرج لي داك الماء حسب السياق. هذه الماكينه الصابون، الثلاجة، كاين حمام اعزكم الله كبير، الدوش دي طواريت. المهم الاخوان غنوريكم كلشي ان شاء الله الرحمن بحول الله. بالنسبه للثمن 30 مليون قابل نقاش. اللي بغا يشوف يتواصل معنا على رقم 0973421691، يلا تبارك عليكم الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.